دورية لجنودنا في مدينة شمالي موزمبيق تمر من أمام منازل مدمرة وبعض المتاجر التي أعيد فتحها من جديد. الغريب أن هؤلاء الجنود جاءوا من رواندا التي تبعد 2000 كيلومتر، مهمتهم الرسمية حماية شعب موزمبيق. لكنهم هنا أيضاً لحماية الموارد الطبيعية، ففي شمال البلاد على الحدود مع تنزانيا تم اكتشاف كميات كثيرة من الغاز الطبيعي. استغلالها سيجعل موزمبيق واحدة من أكبر موردي الطاقة في العالم، وسيحولها من أحد أفقر بلدان العالم إلى دولة غنية جداً. لكن المنشأة أغلقت وتوقف استخراج الغاز، كما لو أن الموارد الطبيعية المكتشفة لعنة على موزمبيق الفقيرة. الشرطة والجنود الروانديين يقومون بحراسة المنشأة التابعة لمجموعة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. فندق عائم سحب إلى اليابسة يسع 3000 موظف فارغ الآن. توتال إنرجي استثمرت 20 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر مشروع استثماري خاص في إفريقيا. المتحدث باسم الجيش الرواندي يعرف أن رجاله موجودون هنا بناء على اتفاق دعم عسكري بين حكومتي موزمبيق ورواندا. حقيقة أننا جئنا إلى هنا تحديداً لبدء عملياتنا فهذا مهم للغاية، فنحن مسؤولون عن منطقتين إداريتين، بالما وموسيبوا دابرايا. مهمتنا الرئيسية هي ضمان سيطرة حكومة موزمبيق على المنطقة وتمكين السكان من العودة إلى الحياة الطبيعية. تسعى قوات الأمن في دولة رواندا الصغيرة الطموحة سياسياً والواثقة من نفسها للسيطرة على جماعة إرهابية. زيارة الجنرال الرواندي لمدينة بالما بالقرب من حقول الغاز الطبيعي تهدف لإظهار الأمان الذي كان يفتقده السكان من قبل. في ربيع 2021 حصل هجوم إرهابي على مدينة بالما كما تظهر هذه المشاهد. الجيش الموزمبيقي والشرطة منهكون، فقد استغرق طرد الإرهابيين أسبوعاً كاملاً. الصحفيون كانوا يجرون مقابلة مع أحد الجنود عندما بدأ إطلاق الرصاص بالقرب منهم. الجنود هرعوا باتجاه مصدر إطلاق الرصاص. والصحفيون يبحثون عن مكان آمن. فوضى عارمة. هنا أيضاً لم يكن من السهل طرد الإرهابيين لفترة طويلة. يصورون أنفسهم وينشرون أفلامهم على موقع إلكتروني تابع لما يسمى بالدولة الإسلامية. عددهم غير معروف، ولكن تقديرات تقول من 2000 إلى 3000. في بداية التمرد كان معظمهم مجرد شبان ساخطين، لكن سرعان ما تمكن ما يسمى بالدولة الإسلامية من تجنيدهم لمصالحها الخاصة. وفي الأثناء هناك مقاتلين أجانب أيضاً، ومقتنعون الآن بأنهم مقاتلون إسلاميون كجهاديين. هذا الذي يبتسم بلطف قد يكون أحد أولئك الذين يقطعون رؤوس ضحاياهم.
يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة نسبة لأكبر توجه في الإسلام. الله أكبر. المحلل في معهد الدراسات الأمنية بورجيس نمير يعتقد أن تأثير تنظيم داعش محدود لكنه مهم. هناك عدد من المنظمات التي تعلن مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية بما فيهم تنظيم الدولة الإسلامية، فوجود الدولة الإسلامية هو في المقام الأول لتوفير منصة دعائية للإرهابيين، والدعاية في هذه الحرب لا تقل أهمية عن الهجمات العسكرية، فهي تعرف بما يقوم به الإرهابيين، كما أن هناك مقاتلين أجانب. الجيش الرواندي بدأ عملياته في يوليو 2021 وتمكن من طرد جماعة أهل السنة والجماعة الإرهابية من المنطقتين الواقعتين تحت مسؤوليته. مدينة بالما الآن آمنة أيضاً، وهذه هي الشوارع التي انتشرت فيها عشرات الجثث في مارس 2021 معظمها بدون رأس، وهذا هو أيضاً السبب وراء توخي قوات الأمن الرواندية اليقظة، فهي تعرف مدى وحشية الإرهابيين. الحكومة في العاصمة مابوتو التي تبعد حوالي 2500 كيلومتر لا تتحدث عن التمرد، لكن سكان بالما شاهدوا سيارات الأوروبيين والأمريكيين الفاخرة. لدى البعض منهم على الأقل فكرة عن مدى ثراء منطقتهم، لكنهم يشعرون أيضاً أن هذا الثراء وقف على الآخرين فقط. بالما تنعم بالهدوء منذ مارس 2021، لكن من غير المستبعد أن أعضاء من الجماعة الإرهابية يعيشون متخفين في هذه المدينة وينتظرون الفرصة للقيام بأعمال عنف مرة أخرى. لوسيليو كوسا نجا من الهجوم على بالما، يعمل كحرفي في فندق كان مأوى للعديد من الأجانب والأوروبيين قبل مارس 2021 وللموردين من جنوب أفريقيا الذين أرادوا الحصول على جزء من ثروة الغاز الطبيعي. كانت الساعة حوالي 10 أو 11 صباحا، سمعنا إطلاق نار واعتقدنا أنها بسبب بعض المشكلات الروتينية، ولم نشعر بالقلق في البداية، وقلنا أنها مناورة عسكرية لجنودنا، لكن بعد وقت قصير سمعنا المزيد من إطلاق النار وشعرنا بالخوف. غامرنا بالخروج إلى الشارع ورأينا أشخاصا يهرعون في كل مكان، كان واضحا شعورهم بالخوف. لين لوري صاحبة الفندق وهي كينية لم تكن في بالما في تلك اللحظة، لكن مدير أعمالها أخبرها بما حدث لاحقاً، وبعدها وجد كثيرون في الفندق مكاناً آمناً. لم يتوقع أحد هذا الهجوم، لقد كان مرعباً جداً، وتبين للناس ما يمكن أن يفعله المتطرفون، فهم يقطعون رؤوس ضحاياهم. مدير أعمالي قال أن الناس قرعوا باب المدخل وكان علينا إدخالهم، إذ لم يكن ممكناً تركهم بالخارج. الأمر هكذا. أيام قليلة بعدها حاول البعض ممن احتموا بالفندق التوجه إلى محطة الغاز الطبيعي. لين لوري تقول أن معظمهم قتلوا، قلائل فقط تمكنوا من الاختباء في الأدغال، وهي نفس الأدغال التي يحرسها الآن الجنود الروانديين. الجنرال الرواندي ماتيوش كاروما عضو الإدارة في بلدة أواسي الصغيرة لم يكن موجوداً عندما هاجمها الإرهابيون، لا شك أنهم كانوا سيقتلونه على الفور، والآن يعود إلى قريته المدمرة.
أشعر بأنني رجل حر. الناس يدركون الآن أن الحياة قد عادت إلى طبيعتها. حياة طبيعية، الأطفال يلعبون في الشارع بجوار الجنود، لكن الجيش الرواندي واثق من أن الإرهابيين لن يتمكنوا من الهجوم مرة أخرى. لقد أرادوا إقامة خلافة هنا لكنهم فشلوا، ومن بقي من الإرهابيين على قيد الحياة تشتتوا وفشلوا في إعادة تجميع صفوفهم. كما تخلصنا من كل ما تبقى لهم من مخابئ. لكن لماذا قام الإرهابيون بمهاجمة أواسي التي لا قيمة استراتيجية لها؟ هاجموها بسبب وجود محطة توليد كهرباء فيها. المتمردون دمروا محطة توليد الكهرباء وقطعوا الكهرباء عن جميع البلدات المحيطة. تساءلنا لماذا فعلوا ذلك؟ فهي محطة توليد كهرباء من أجلهم أيضاً، بذلك أضعفوا قدرتهم القتالية. طردناهم وهربوا إلى الأدغال. لقد تم ترميم المحطة وعادت الكهرباء إلى أواسي والقرى المجاورة، ولكن ماذا لو انسحب الروانديون من جديد؟ مابوتو عاصمة موزمبيق، هنا يتم اتخاذ القرارات السياسية، وهنا أيضاً أولئك الذين سيستفيدون من ثروة الغاز الطبيعي، وهنا يتم تدريب الجنود الموزمبيقيين كجزء من مهمة أوروبية تسمى بمهمة التدريب الأوروبية موز. المعسكر التدريبي يقع مباشرة بجوار المدينة. مدربون من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من البرتغال. كيف يتجه الجندي نحو منزل مشبوه؟ بعد الهجوم على بالما أدرك المسؤولون في موزمبيق مدى ضعف جيشهم. قبل بدء الهجوم ارفعوا واخفضوا بنادقكم 3 مرات، هل فهمتم؟ 3 مرات عندها فقط تبدأون بالهجوم. يقول بورجيس ناميري: لا يمكن هزيمة الإرهابيين بالوسائل العسكرية فقط. يجب على الجيش أن يبدأ بالمبادرة للتفاوض، فالأسلوب العسكري وحده لا يحقق النجاح، وبدونه أيضاً لا يتحقق الهدف. فإذا سيطر الإرهابيون على مناطق بأكملها وشعروا بالقوة العسكرية، حينها لن يرغبوا في التفاوض، لذلك كلاهما مهم. إضافة للجنود الروانديين، تم إرسال جنود من عدة دول من جنوب القارة الإفريقية إلى موزمبيق. هنا دورية من جنوب إفريقيا كمنافس على المستوى السياسي لرواندا في شرق إفريقيا. فمن سيكون صاحب التأثير على ثروات القارة؟ في البداية اتفقت حكومة موزمبيق مع الحكومة الرواندية على عدم التعامل مع دولة جنوب إفريقيا المجاورة. هنا قرية على الحدود مع تنزانيا. يحاول جنود موزمبيق السيطرة على المنطقة. قائدهم يتعهد بالتعاون مع الروانديين. أهم شيء هو أننا نعمل جنبا إلى جنب مع إخواننا الروانديين لضمان الأمن في أنحاء المنطقة. يجب أن يكون الناس قادرين على ممارسة حياتهم اليومية دون خوف ودون الاضطرار لتقييد حركتهم، وأن يثقوا بالجنود. لكن السكان يفتقدون لهذه الثقة، فهناك تقارير تفيد بأن الجنود الموزمبيقيين يسرقون الأموال والمواد الغذائية، وهناك أيضاً حديث عن الاغتصاب. مطار مدينة موسيمبوا دابرايا في شمال موزمبيق. المدينة كانت في أيدي الإرهابيين لمدة عام،
لكن القوات الرواندية استعادتها في أغسطس 2021 بدعم من الجيش الموزمبيقي بعد قتال استمر ليوم واحد فقط، لأن معظم الإرهابيين كانوا قد غادروا المدينة. في كل مرة تقوم بها القوات الرواندية بدوريات في شوارع المدينة الساحلية يحاولون نشر جو ودي. هذا الضابط ينادي بالبرتغالي أوبريغادو، أي شكراً. آثار الدمار هنا أيضاً ما زالت في كل مكان. على الحائط كتب باللغة العربية: أخي العزيز، من فضلك لا تدخل أو تأخذ أي شيء من هذا المنزل حتى يسمح سكانه بذلك. منذ استعادة السيطرة عليها تبدو الحياة شبه طبيعية في موسيمبوا دا برايا، إذا ما اعتبرت كذلك في ظل وجود جنود مسلحين على الشاطئ. بعض هؤلاء يأتون من مناطق طردوا منها بعد اكتشاف الغاز الطبيعي. تلقوا تعويضات لكنها نفذت منذ وقت طويل. يقول ناميري أنه لم يكن ينبغي منح الناس المال فحسب، بل أيضاً منحهم الفرصة لبدء حياة جديدة بعد أن فقدوا الأراضي التي كانوا يزرعونها. كيف كان سيعيش هؤلاء الناس بعد أن فقدوا كل شيء في ذلك الوقت؟ لهذا السبب أيضاً أصبح من السهل على الإرهابيين تجنيد الكثير من الشباب لمحاربة الحكومة. تعامل الحكومة الموزمبيقية مع هذا الصراع لم يكن صحيحا، وبدلا من محاولة إحلال السلام قامت بتأجيج الصراع وصب الزيت على النار، فقد أرسلوا الشرطة والجيش وتعاملوا بعنف شديد. هنا تستعرض فورسا لوكال قواتها، وهي ميليشيا محلية وتتواجد في العديد من القرى والبلدات، لكنها ليست ضمن الجيش الموزمبيقي. سلطة الضبط ليست من اختصاصاتها ولا يسمح لها باعتقال أحد، لكن عناصرها مسلحة. جواو ميفا انضم إليهم قبل 7 سنوات، وعندما استولى الإرهابيون على موسيمبوا فر وكان واثقاً من أنهم سيقتلونها. الهجمات الأولى تعود إلى عام 2017 حين بدأ المتطرفون في قتل الأبرياء وتدمير منازلهم. الناس فروا إلى كل ركن من أركان المنطقة وعاشوا لسنوات طويلة في خوف وفقر، والآن نحن هنا في موسيمبوا دا برايا التي عادت إليها الحياة من جديد. قرية أولومبي الواقعة على المحيط الهندي بين موسيمبوا دا برايا وبالما، حياة شبه طبيعية تعود إلى هنا أيضاً. فهنا يدير الجيش الرواندي مركزاً صحياً والإقبال عليه كبير. عندما كان الإرهابيون يسيطرون على المنطقة لم تكن هناك رعاية طبية على الإطلاق. هنا أيضاً يشدد الروانديون على الود. كثيرون من هؤلاء اختبأوا في الأدغال لعدة أشهر، غالباً بدون طعام وبدون ماء. عضو الميليشيا أنداوي سعيدي يعاني من ألم الأسنان، وهو واحد من رجال الميليشيا من منطقة فورسا المحلية في أولومبا. ألم الأسنان يعني هنا الخلع. أنداوي سعيدي يعود على الفور للدفاع عن قريته، وهو واثق من أنه يستطيع القيام بذلك بدون الروانديين. نحن مستعدون لفرض السيطرة بمجرد رحيل الروانديين، ولن يهزمنا الإرهابيون.
فقد أصبحنا الآن أقوياء وكذلك الجيش الموزمبيقي. نحن في كل مكان الآن في بالما وهنا في أولومبي ونشكر الله على ذلك، فالمعركة ستنتهي قريبا. لكن لا إشارات حتى الآن على انسحاب الروانديين. الكثيرون عادوا أيضاً إلى القرية المجاورة بعد شهور من الاختباء. أخيراً مضخة مياه. 2 من أصل 16 منطقة في مقاطعة كابو ديلغادو آمنة. 100,000 من إجمالي أكثر من 2,000,000 شخص يشعرون الآن بشيء من الأمان. موزمبيق لا تزال واحدة من أفقر دول العالم، والناس هنا لا يعرفون سوى القليل عن آبار الغاز الطبيعي، فما يقرب من 40% من سكان موزمبيق أميون. في القرية المجاورة مدرسة تضم حوالي 400 تلميذ موزعين على 4 فصول دراسية تعمل في ورديتين، والإبداع مكان أمام مبنى المدرسة. الوردية الصباحية اليوم مخصصة لقواعد النحو. إنها المدرسة الوحيدة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الرواندي، ومع ذلك لا تدار من الروانديين بل من قبل شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. فما هو مستقبل هؤلاء الأطفال؟ وإلى متى سيبقى الجنود الروانديين هنا؟ بيمبا عاصمة مقاطعة كابو ديلغادو لم تعد تابعة للمنطقة الرواندية، لكنها تعتبر أيضاً آمنة إلى حد ما، لأنها تقع في شبه جزيرة ولا يؤدي إليها سوى طريق واحد. أحد سائق سيارات الأجرة يقول: أنا شخصياً لم أتعرض لإطلاق نار من الإرهابيين، لكن من كانوا خلفي أثناء القيادة تجاوزوني فجأة وصرخوا بأن قافلتنا ستتعرض للهجوم، ولم يكن أمامي سوى الإسراع بالهرب. لا أدري ما الهدف من هذه الهجمات الإرهابية، ولا أفهم لماذا يفعلون ذلك. أعرف فقط أن الهجمات تحدث. أتمنى أن تتوصل أطراف النزاع إلى حل. لا أدري ما الفائدة من كل هذا. حافلات المدن الكبيرة فقط تتجرأ على الخروج باتجاه منطقة المتمردين. مقاطعة كابو ديلغادو معروفة بطريق تهريب الأسلحة والمخدرات والماس. أرض شاسعة كافية لإخفاء الإرهابيين. وهناك أيضاً لاجئين. مواناكيرا مواليمو البالغة من العمر 30 عاماً تعيش في مخيم ماروبا للاجئين منذ 2 مع أطفالها 4. مواناكيرا لم تتناول الطعام إلا مرة واحدة خلال رحلتها التي استغرقت عدة أيام مقابل أن تسلم نفسها لأحد الرجال. تعاني من أوضاع بائسة بعد أن قتل المتمردون زوجها. كانت الساعة 9 مساءً وكنت وحدي مع الأطفال عندما سمعنا إطلاق نار. قلت للأطفال خرجوا وهربنا إلى الأدغال. بعد 7 ساعات غامرنا بالعودة لأرى زوجي ممدداً في الكوخ بعد أن أطلقوا عليه الرصاص. لم أستطع بعدها البقاء في قريتنا وجئنا إلى هنا. لم يأخذوا سوى القليل من الملابس، وفي المخيم حصلوا على بطانيات وأوعية بلاستيكية. هنا أيضاً لا يعرف الناس شيئاً عن وفرة المواد الخام. كل ما تعرفه هو أنها وأطفالها لا يمكنهم العودة إلى المنزل. إبراهيم عيسى مدير مخيم اللاجئين. في حالات الطوارئ تعتبر دراجته النارية الوسيلة الوحيدة التي يحتاجها لنقل سكان المخيم إلى بلدة شيورا الصغيرة، حيث توجد عيادة طبية.
سكان المخيم يحاولون عمل شيء ما، ويحاولون بيع ملابس مستعملة، لكن الناس هنا ليس لديهم المزيد من المال. ربما القادمون الجدد يجلبون معهم بعض المال. هناك حوالي 40 قادماً جديداً كل أسبوع. سعر سروال الأطفال هذا يعادل يورو واحد، ولا أحد يريده. المشكلة الكبرى لدينا هي الإمدادات الغذائية. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يؤمن لنا الغذاء. منظمة الإغاثة الثانية التي كانت تتبرع لنا بالطعام تراجعت، ولا أعرف لماذا. خمسون كيلوغراماً هو ما تحصل عليه كل أسرة من الأرز كل شهرين، وعشر كيلوغرامات من الفاصوليا والقليل من الدقيق. 5000 شخص يعيشون هنا. موانا كيرا تهيئ نفسها للبقاء في مخيم ماروبا للاجئين لفترة طويلة. حصلت الآن على قطعة أرض صغيرة حيث يمكنها زراعة شيء ما لنفسها ولأطفالها الأربعة، لكنها تفتقد للمال لشراء البذور. لكنها تحاول عمل شيء في الحقل كإزالة الشجيرات. ينتشر في موزمبيق الآن ما يقرب من مليون نازح. في شمال البلاد يحذوهم الأمل في أن يبدأ العمل قريباً باستخراج الغاز الطبيعي، وأن يعود الفندق العائم للماء من جديد. لا يسمح للعمال بالتحدث عن المشروع، فهل بدأت العودة البطيئة لأكبر مشروع استثماري خاص في أفريقيا؟ وهل سيكون من الممكن قريباً توفير 100 مليون طن من الغاز السائل كل عام؟ توتال إنرجي طالبت بأن تكون المنطقة آمنة تماماً، ونميري يقول إن ذلك لن يحدث إذا استمر القتال. إذا أصرت الحكومة على حل الصراع بوسائل عسكرية بحتة، وإذا استمرت في الإصرار على الحصول على دعم عسكري من خارج موزمبيق، وتمركز هؤلاء الجنود على أراضي موزمبيق أيضاً، فقد يستغرق الأمر عقوداً. لكن إذا أدركت الحكومة أنه إلى جانب العمليات العسكرية الذكية بأنها تحتاج أيضاً إلى مفاوضات، عندها يمكن أن تنتهي الأزمة في غضون سنوات قليلة، لكن ليس شهور، فهذا مستحيل. إذن سنوات، وربما بعد ذلك التعامل مع صراعات خفية. $20 مليار من شأنها أن تفيد الشعب الموزمبيقي، فهل هذه نعمة أم نقمة؟ سوف نرى.